يا زوزو، ايه اللي خلاكي تنفعلي قوي كده في المشهد ده؟ افتكرت بنتي وانا بعمل الشوت. لو بنتي في الحياه ربع حنيه بنتي اللي في التمثيل، انا كنت بقيت اسعد واحده في الدنيا. طب معلش معلش، ما تزعليش نفسك، بكره تعال. انا مش عايزاها تعال، انا عايزاها تفهم وتصدق. اهلا، ازيك يا مدام زوزو؟ نورتي المحل، اتفضلي. ازيك، ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. البوتيك بتاعك شيك قوي. ده بس من ذوقك. ميرسي يا حبيبه قلبي. على فكره انا اتفقت مع المنتج بتاع الفيلم، خلاص ان انت اللي هتمسكي الازياء بتاعتي في الفيلم. بكره الساعه 12 ممكن تقابليه في الاستوديو، تتفقي مع اللي انت عايزاه وتاخدي السيناريو. ميرسي قوي، اكيد هروح في الميعاد. مش فارقه بقى على ذوقنا، في حاجات شكلها يجنن، بس انا الحقيقه مش عايزه حاجات ليا، انا عايزه اخد كام حاجه كده لبنتي. اكل ده بتعيش دي انت والله. لا انا هتعشى لوحدي، وماما ده بيرجع متاخر قوي من القهوه، كلنا نايمين. اه يا بنتي
لازم اصرف الاسبوع، بس اوعى تضيعيهم بسرعه. ها حاضر. شويش بشويش. يا توحشيني. وانت كمان حبيبتي. على مهلك. مع السلامه. سلام. مع السلامه حبيبتي. استنى يا بدر. منى ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مدام؟ انت فين من زمان ما شفتكيش؟ اديني موجوده، يعني هروح فين؟ شفتي فاتن؟ لا انا كنت جايه لماما. وايه اللي معاكي ده؟ ده شويه اكل ماما ادتهم لي علشان اتعشى بيه. طب يا حبيبتي وماله؟ مش عايزه اي حاجه تاني؟ لا كتر خيرك يا مدام. طب تحبي بدر يوصلك؟ لا متشكره. طب يا حبيبتي مع السلامه. تصبح على خير. يلا بدل بعد ما توصلني تبقى توصل سعديه. فتحية فتحية. اهلا اهلا يا مدام. الحمد لله على السلامه. فاتن فين؟ فاتن في اوضتها. على فكرة قابلت منى دلوقتي وانا داخلة. دي كانت جاية تاخد مصروف الأسبوع، وبعدين كنت شايلة لها يعني شوية أكل من نصيبي، خدتهم عشان تتعشى بيهم. طب ومال؟ هو أنا سألتك في حاجة زي كده؟ يا فتحية البيت ده بيتك أنتي، أنتي بتقعدي فيه أكتر مني. ربنا ما يحرم بيتك منك يا مدام. أنا عايزاكي كل يوم تخلي منى تيجي تاخد أكل ليها هي وباباها من هنا. كتر خيرك، ربنا يخليكي لينا. انا هطلع على فيت، انا عايزه افرجها على الحاجات الحلوه اللي انا جبتها لها. ربنا يخليكي ليها. اتفضل. مساء الخير يا فتونه. مساء الخير. خدي بقى شوفي الحاجات اللي انا جبتها لك دي، ان شاء الله تعجبك. فيهم حاجات حلوه قوي، لو اي حاجه مش عاجباكي او مش على مقاسك قولي لي وانا ارجعها واجيب لك بدالها. بس انا ما طلبتش منك حاجه يا حبيبتي. هو انت ضروري تطلبي مني؟ انا شفتهم عجبوني وحسيت انهم هيبقوا حلوين عليكي فاشتريتهم لك. ايوه بس حضرتك عارفه كويس اني بحب اختار هدومي بنفسي. طب وفيها ايه لما اختلك هدومك انا؟ ده انا امك، يعني اكيد هختلك احلى حاجه في الدنيا. جربي بس وشوفيهم يمكن يعجبوكي. بس انا مش عايزه الهدوم دي، مش محتاجه لها. احسن برضو ما تحتاجي لهمش. وانا غلطانه يا فاتن جبت لك حاجه، اخر مره هشتري لك حاجه. ابقي شيل نفسك انت بقى على مزاجك وعلى ذوقك. دادا فتحية. يا دادا يا دادا. ايوه ايوه فاتن يا حبيبتي. خد الحاجات دي وديها في اي حته. اوديها فين؟ ما اعرفش في اي حته. دي باين عليها حاجات حلوه قوي. لو عاجبيني خديهم. اخدهم اعمل بيهم ايه؟ معرفش. اعملي بيهم اي حاجه. اديهم لمنى بنتك. كتر خيرك يا بدوي، متعبك معايا كل ليله. مش تعب ولا حاجه. السلام عليكم. انت بالعافيه. ازيك يا وادي عربي؟ كان عليك بإيه بس المبهدلة دي؟ وانت كل ما تشوف وشي تقولي البقين الحمضانين دول؟ لا يا بابا، بعدين ده أكل عيشي. يا ست انت ارضي بس عني واتجوزيني وانا أكلك عيش فين. مش عايز أكل ولا عيش فين ولا عيش سام. ماشي؟ ماشي. بعدين بقى انت كل ليلة هتستناني؟ سمعتش. انت عارف اللي انا ما اقدرش انام الا لما اشوفك. تأثرت هعيط، تصدق يلا؟ عنك بقى. لا لا لا. عنك؟ لا ولا. شكلك مسافر. لا ملح. واضح. يلا يا ربي على، هو انا ناقصه هبل في حياتي يا رب. يلا يا اهبل. مين اللي فتح الباب؟ انا يا خالتي. انا سعديه. ومين اللي معاكي يا بنت؟ انا عربي يا خالتي. السلام عليكم. عليكم السلام. يوجتك نهيبه يا عربي. يا واد انت فين بقالك كتير ما جيتش؟ وحشتني. ما قطت الذاكره يا خالتي ولا ايه؟ ما كان ملقح عندنا من اسبوع. اسبوع؟ اسبوع ده ايه يا اختي؟ يا اختي من ساعه ما تميت ال 26 سنه وانا خلاص ما بفتكرش حاجه ابدا.
ايه اللي معاك ده يا واد؟ شوية فتح. جبت لي التفاح الامريكاني اللي بحبه؟ اه بعينه، وانا اقدر اتاخر عليكي؟ طب اطلعوا بواحده كده اجرب اشوفها امريكاني ولا مش امريكاني. هات يا واد. اتفضل. لا حلو. امريكاني؟ امريكاني. المرحوم كان دايما جوزي يجيب لي الامريكاني. اسمعنا دي اللي فاكراها له يا خالتي. بالهنا والشفا يا خالتي، مطرح مصري. عمرك طيب ابن حلال. ايوه خالتي، بس ماليش حظ في الدنيا دي. ليه؟ ممكن ربنا يديك الحظ تبقى قد الدنيا، بس انت كل ما تيجي هنا اكل معاك حاجه حلوه من اللي بحبها. حاضر يا خالتي، بس والنبي انت ادعي لي كده لان دعائي كله بركه. يلا يا ابني اتكل، انت هتعملها محداتة ولا محداتة؟ الوقت متاخر، يلا اتكل من غير مطرود. ما تستني بقى شويه ولا ما اتكلم مع خالتي دي، انا بعتبرها زي امي بالظبط. اه زي امك؟ ما انا زي امك بالظبط. مش زي امك ليه يا واد؟ امك بس. امك دي، امك دي ايه يا واد؟ امك دي كانت كبيره وعجوزه كده يعني كده، كانت اكبر مني يجيب 4 سنين. ولو انت الساده يا خالتي كانوا 6. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. منى بنتي يا منى. ايوه يا جوز، عايز حاجه؟ مين يا بنت اللي جاب الاكل الطعم ده؟ انا جبته من عند ماما. اه يا ريت كل يوم تجيب لنا من عند ماما اكل طعم زي ده. كل يوم ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ حصل ايه اللي حصل يا بنت؟ انا كنت في نص هدومي لما مدام زوزو شافتني وانا شايله الاكل ده وسالتني انت واخده فين. انا مش فاهم، انت مستكبره وحاطه مناخيرك في السما ليه؟ الناس دول الاكل عندهم ملوش حساب، يعني اللي بيترمي اكتر من اللي بينزل بطنهم، احنا اولى بيه. انا زهقت من عيشة الشحاتة اللي احنا عايشينها دي. عيشة الشحاتة؟ مالها عيشة الشحاتة؟ المثل بيقول الشحات له نص الدنيا. اوه ربنا يخليك يا مدام زوزو وتطعمينا كمان وكمان حد ما ندخل ونربرب ونبقى شبه كده. خليك يا رب. مش عايزه تاكلي حاجه تانية؟ لا ميرسي يا فتحي، انا عامله رجيم. تمام شكرا. الو. ايوه يا فوزي. طب كويس قوي، عرفت مكانه؟ نروح له بكره على طول. خلاص هستناك تمر عليا. اوكي تصبح على خير. يا رب. صباح الخير يا فوزي. صباح الخير. نفسي يطلع كل اللي بنعمله ده صح ولا لا؟ ان شاء الله هنلاقيه. المرة دي انا عندي امل كبير ان احنا هنلاقيه. يا ريت يا فوزي يا ريت. انا قلبت الدنيا هناك ما عرفت مكان. انا عارفه اني تعبتك معايا قوي يا فوزي. يا سلام، انت مش عارفه معزتك عندي قد ايه ولا ايه؟ على فكره اي حد غيرك ما كانش يجرؤ يطلب مني طلب زي ده. عارفه طبعا. ميرسي يا فوزي. خالص انا كل املي انك تقدري موقفي. طب وعايزني اعمل لك ايه يعني؟ يعني ايه؟ تقبلي ان احنا نتجوز؟ بلاش نتكلم في الحاجات دي احسن يا فوزي، مفيش لزوم للكلام ده، ما تضيعش الصداقه الجميله اللي بينا بكلام ملوش لازمه فعلا دلوقتي. افهم من كده انك مش موافقه عليا؟ يا فوزي انت اكتر واحد عارفني وعارف ظروفي، انا لو كنت عايزه اتجوز كنت اتجوزت من زمان. ماشي يا زوزو، عموما انا برضو مش هفقد الامل. كفايه عليك قوي تعيش على الامل ده، بس مفيش داعي يعني ان تفكيرك يوصلك لاكتر من كده. انا عارف ان الموضوع بنتك شغلك. عموما انا هستنى لغايه ما احلهولك وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. خلينا بس نحله في الاول يا فوزي وبعدين نبقى نفكر. صباح الخير. بونجور ميشيل، اي خدمه؟ مش حضرتك برضو مدام مريان؟ لا لا لا، انا مدام اشتر، مدام مريان الام بتاع الماما بتاعي انا. اه اهلا وسهلا.
طب في الحقيقة كنا عايزين خدمة من حضرتك. إذا كان عاوز أوضة، الأوضة عندي كل البونسيون كومبلي. لا إحنا مش عايزين أوضة، إحنا بنسأل عن واحد كان نازل هنا. حضرتك بوليس؟ لا أنا مش بوليس، بس دي خدمة إنسانية. اختصر شوية، حرام عليك يا فوزي. أنتوا عايزين إيه؟ إحنا بنسأل عن واحد اسمه بيومي جاد الحق، نازل عند حضرتك. تعرفوه منين؟ إحنا قرايبه. قرايبه؟ أيوة. كويس كتير. عبدو، خنفي، منصور، تعالوا امسكوا الخرامية دول. باردون مدام، أنا ما كنتش أعرفها. أنا من يوم ما يومي ما نصب عليا في 1000 جنيه، أنا عقلي طار مني. خلاص يا مدام حصل خير، ودينا دفعنا لك 1000 جنيه. ممكن بقى تساعدينا وتقولي لنا بيومي ده ممكن نلاقيه فين؟ أنا الحقيقة مش أعرف هو راح فين من بعد ما ساب البانسيون. إنما إديني شوية وقت أسألك وأقول لك هو فين. طب أنا ممكن أسيب لك نمرة التليفون بتاعتي في البيت ونمرة الموبايل كمان، أول ما تعرفي أي حاجة عنه تتصلي بيا على طول. دي آخر حاجة كان ممكن أتصور إنها تحصل لي. أنا يهجم عليا 3 رجالة كل واحد فيهم قد الحيطة. واضح إن الراجل اللي أنت بتدوري عليه ده حكاية كبيرة قوي. مرة نلاقيه سارق بتاع الفاكهة، ومرة تانية ناصب على الست صاحبة البنسيون. مين عارف بقى بعد كده هيكون عامل إيه؟ ما أنا بقول لك يا فوزي، أنا حاسة إننا ماشيين في سكة غلط. يعني مش هنخسر حاجة. اسمح لنفسي تاخد حاجه مش بتاعتك. اولا انا ما خدتش حاجه، وثانيا انا لقيت المحفظه دي واقعه على الارض واضطريت افتحها عشان اعرف مين صاحبها وارجعها له. يا سلام، عذر ظريف قوي. ده مش عذر، هي دي الحقيقه. لو مش مصدقاني انت حره. فاتن، واضح ان احنا مشتركين في نفس النادي، يعني زملاء في الدراسه وفي النادي كمان. ممكن اعرف ايه سبب المعامله السخيفه دي؟ ده بدل ما تشكريني. اشكرك على ايه؟ اني رجعت لك المحفظه بتاعتك. ليه انت كنت ناوي كمان ما ترجعهاش؟ ممكن اعرف ايه سبب عصبيتك معايا من يوم ما شفتيني وانتي مش طايقه لي كلمه، مع اني بتكلم معاكي بكل ادب واحترام؟ ليه مش عايز تتكلمي معايا زي ما بتكلم معاكي؟ قلت لك قبل كده ما بحبش اتكلم مع حد، فهمت ولا تحب اقول لك تاني؟ فعلا واضح ان طارق وعلاء كان عندهم حق في كل اللي قالوه. يا فندم قلت حاجه؟ لا لا ابدا ولا حاجه. على العموم انا متاسف. عامله لك كوبايه عصير هتعجبك قوي. ميرسي يا دادا. قولي لي بقى، اخبار زميلك ايه الواد ابو دم تقيل ده؟ لسه بيضايقك؟ ما تشغليش نفسك بيه. ما تشغلش نفسي ازاي يا حبيبتي؟ انت ما تعرفيش انت ايه بالنسبه لي. عارفة يا دادا، أنا بعتبرك زي ماما بالظبط. يمكن في حاجات أنت تعرفيها ماما ما تعرفهاش. فاتن يا حبيبتي، الأم برضو أم مهما كان، مفيش حاجة تعلى عليها أبدا. أنت ليه ما تحكيش لماما على كل اللي بيحصل لك؟ مامتك نفسها تفتحي لها قلبك وتحكي لها عن كل حاجة. عارفة يا فاتن، أنا بقالي عندكم يمكن أكتر من 20 سنة. من كتر عشرتي للمدام ما لقيتش أطيب ولا أحن من قلبها. سيبك من عصبيتها والشخط والنطر ده كله، قشرة برانية، لكن قلبها زي البفتة البيضة. لو كان بابا لسه عايش
اكيد كان في حاجات كتير قوي اتغيرت. يا بنتي انت مش اول بنت ولا اخر بنت ابوها يموت، الموت علينا حق. انا نفسي تقفلي الجرح اللي جوه نفسك ده وترتاحي. ارجوك يا دادا انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. حاضر يا بنتي. اقول لك ايه، ربنا يهديكي وينور لك بصيرتك. توحشيني قوي. خدي بالك من نفسك وانت تشيلها في عينيك. طب الف سلامه يا حبيبتي. ستوب. اطبع. اوكي يا استاذ. بجد هايل. مش عايز تعيد المشهد يا بعد. انا لعبت الشوط ده 100 مره مش ممكن اطلعه احسن من كده ابدا. برافو عليكي. يلا جهزي المشهد اللي بعده قدامنا 10 دقايق كتير. وامل هذه الدول الاستعماريه اللي هي عاوزه تيجي تستغل البلاد بتاعتها انهم يدخلوا من ناحيه الغزو الثقافي بدل اراقه اي دم، وفي نفس الوقت بيستغلوا كل قدرات بلدنا وبيبقى استعمار ثقافي من اخطر ما يمكن. الحقيقه الراي اللي حضرتك قلته يعتبر راي جديد، وفي نفس الوقت نقدر نقول عليه راي جريء جدا. الحقيقه ده مش راي لوحدي، ده راي لا يقبل. جاهزين يا بنات، واحنا لازم ننتبه لده. احنا في يوم من الايام ممكن نصحى ونلاقي نفسنا اسرى من الناحيه الثقافيه والعلميه، وده ممكن يحصل من اسرع ما يمكن. في راي حضرتك ما مدى خطوره هذه الحرب الثقافيه على الاجيال الجايه؟ ايه حضرتك انهم كبيره جدا طبعا. ها الاحتلال الثقافي. اسعد ايه مساعد المخرج جه وقال لحضرتك انهم جاهزين. جاهزين؟ ما بتقولوليش ليه؟ قلنا قلتوا ايه؟ ونيلي انت قاعده خلاص نايمه على ودانك مش نافعه في حاجه. فين اللبس بتاع المشهد؟ جنب حضرتك. جنبي. ما تلبسيني ولا تقلعيني. يلا خلصيني. بيقدم على جيل دادا. فتحيه يا دادا تعالي. دادا تعالي. تعالي عايزه اتكلم معاكي. اقعدي يا حبيبتي. في حاجه عايزه اقول لك عليها. قولي يا حبيبتي. انت فاكره يا دادا، فاكره زميلي اللي كنت حكيت لك عنه؟ ايه عملك حاجه ضايقت التاني؟ لا يا دادا بالعكس. امال ايه الحكايه؟ الحكايه يا دادا اني مره واحده كده فجاه حسيت ان انا بعمل وحش قوي، مع ان هو انسان يعني لطيف بيعاملني بلطف في منتهى الادب احترام. يعني قصدي اقول لحضرتك يعني ان هو ما عملش معايا زي بقيت زمالي، يعني كان بيعملني كويس مش بيعملني زيهم. غريبه، انت عمرك ما اتكلمتي على حد من زمايلك لا بالطيب ولا بالراضي. ايه بقى اللي غير رايك وتتكلمي عن الولد ده بالطريقه دي؟ مش عارفه يا دادا، هو ده اللي حصل. والمطلوب مني ايه؟ المطلوب منك يا دادا انا عايزاكي تساعديني، تقولي لي اتصرف ازاي، اعمل ايه. يعني مثلا مش عارفه، يعني اسيبه كده ما اسالش فيه، ولا اعتذر له؟ بس انا لو ما سالتش فيه هو هيزعل وانا هحس ان انا ظلمته.
بس انا كمان ما اقدرش اعتذر له، مش عارفه اتصرف ازاي. اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ حيرتيني يا حبيبتي. ده انا اللي حيراني يا دادا، مش عارفه اعمل ايه. ارجوكي ساعديني. طب قوليلي انت شعورك ايه من ناحيته؟ شعوري؟ مش قصدك ايه يعني؟ يعني حبيبتي ليه لما بتشوفيه بتبقي مبسوطه ولا متضايقه؟ اما بشوفه مش عارفه يا دادا، انا مش عارفه حاجه خالص. لا يا حبيبتي انت لازم تعرفي، عشان لما تعرفي هترتاحي والحيره دي هتروح. الله. هو انت دلوقتي حيرتيني اكتر من الاول. على فكره يا مدام زوزو، انا قريت سيناريو الفيلم الجديد اللي بعتهولي المنتج. الفكره حلوه قوي، نفسي اشوفها بقى على الشاشه ان شاء الله قريب قوي. احنا قربنا نخلص تصوير الفيلم. حقيقه يا مدام زوزو الحياه اللي انتوا عايشينها دي حياه مثيره جدا، مش ستاتيك زي حياتنا. ده اللي الناس بتتصوره، بس الحقيقه بقى ان حياتنا متعبه جدا. احنا بنشتغل لحد ما بنقع من التعب من غير ما نحس. كل شيء بتمنه، الشهره والفلوس ما بتجيش بالسهل. إذا كان على الفلوس فإحنا فعلا بناخد أقل من اللي نستحقه، لأن فلوس الدنيا كلها ما تجيش حاجة قدام صحة البني آدم. أما الشهرة فدي يعني جزء من شغلنا ملناش يد فيه. أيوة بس في ناس كتير قوي بيتمنوا يعيشوا الحياة اللي انتوا عايشينها دي. لأنهم ما يعرفوش، لو عرفوا مش هيقولوا الكلام ده، ولو جربوا بنفسهم هيندموا ويقولوا يا ريتنا ما عملنا في نفسنا كده. أنا هستأذنكم بقى عشان عندي شغل دلوقتي. على فكرة في خلال أسبوع أو 10 أيام بالكتير هكون موضبة لك موديلات تجنن للفيلم الجديد. أوكي إن شاء الله، يلا باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. لذيذة قوي مدام زوزو، إيه رأيك فيها؟ رأيي إنك ما تشغلش بالك بيها أكتر من كده، ويلا نمشي أحسن. مالك يا امبارح؟ انا هلغي التصوير يا فوزي، مش هكمل الفيلم. خير؟ في حد زعلك؟ لا. طب ما تفهمني ايه الحكايه. انا ما نمتش من امبارح، جيت من المونتاج على هنا على طول. باجك لو تعبان ومش قادر تشتغل مفيش مانع نفركش النهارده وبكره باذن الله نكمل. مش كده خالص يا فوزي، أرجوك تفهمني. بعد ما ركبت الفيلم واتفرجت عليه مش عارف أقول لك إيه، لقيته فيلم مش تجاري. يمكن يكسب جوائز، يكسب مهرجانات، لكنه فيلم مش تجاري، مش نوع الأفلام اللي الجمهور يتعود إنه يشوفها مني. يعني إيه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده بالظبط، زي ما بحكي لك، فيلم مش تجاري. لو اتعرض في السينمات مش هيقعد اسبوع، يمكن كمان ما يكملش الاسبوع. طيب ممكن كده بالراحه واحده واحده تفهمني عشان اقدر استوعب؟ زي ما فهمتك كده بالظبط وقلت لك، الفيلم لو دخل سينما مش هيقعد فيها اسبوع. طيب وانت شايف الحل ايه يعني؟ مش عارف. طب ما تضيف له شويه توابل تجاريه. حتى لو ضفنا له شوية توابل تجارية مش هينفع، مش هيبقى من نفس نسيج الفيلم. ساعتها الفيلم ده هيبقى لا فيلم فني ولا فيلم تجاري. لا فني ولا تجاري. طب واللي أنا صرفته على الفيلم؟ أنت عارف أنا صارف قد إيه؟ صارف 5 مليون جنيه محسوبين بالورقة والقلم. لو الفيلم اتعرض مش هجيب لك خمس المبلغ ده. يعني ايه؟ يعني انا بيتي اتخرب؟ يعني هشحت؟ يا فوزي انا بمنتهى الامانه بقول لك اللي انا عارفه. يعني ايه؟ يعني انت افتكرت الكلام ده دلوقتي؟ كنت فيلم الاول يا استاذ، جاي لي واحنا خلاص قربنا نخلص الفيلم، انت
تقولي ده مش تجاري، ده بتاع مهرجانات وجوائز. هو ده الواقع. واقع؟ واقع ايه؟ ده خراب بيوت مستعجل. اسمع بهجت، انا لسه لغايه دلوقتي ما بعتش الفيلم. جالي اكتر من موزع قلت لهم استنوا اما الفيلم يخلص ونقعد كده ونتفرج عليه وتشتروه. قلت الفيلم ده هيكسر الدنيا واقعد ساعتها احط رجل على رجل واطلب السعر اللي انا عايزه. قلت الفيلم ده اكيد هو اللي هينقذني من اي خساره خسرتها في حياتي. جاي سعادتك دلوقتي وتقولي الفيلم وحش؟ يعني ايه؟ يعني انا بيتي وبيت عيالي اتخرب؟ قول لي في ايدي ايه بس انا اعمله؟ في ايدك ايه؟ انت في ايدك كل حاجه. انت المخرج. فكر، شوف حل تنقذني وتنقذ الفيلم. خلاص تفكيري اتشل تماما، مش عارف ازاي ده حصل. سيبك من اللي حصل واللي ما حصلش، شوف حل اعمل معروف، خلصنا من اللي احنا فيه والا هنغرق. يا ريت يا ريت. ازاي؟ مفيش حاجه اسمها ازاي. لازم تفكر، شوف حل مهما كان. سامع؟ مهما كان. ايوه مش عندنا، مش عندنا كده كده اسمه تقريب. بس احنا هنشوف هيعمل ايه. يا جماعه يا جماعه ما حدش. لحظه واحده. لا لحظه واحده. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا سعيد. صباح النور يا استاذ. الله يخليك. ايه يا سعيد، في ايه؟ الناس كلها واقفه بره البلاتو ليه؟ ما فيش شغل ولا ايه؟ الاستاذ بهجت جوه البلاتو، ما انا حد يخش بالصبح ابدا، ومعاه الاستاذ فوزي وقافلين على نفسهم. اشمعنى يعني؟ ليه ده كله؟ مش عارف يا مدام، الظاهر بيوضبوا حاجه مع بعض. واخبار الاوردر ايه النهارده؟ لا بصراحه يا مدام الاوردر النهارده مليان حبتين. ولا يهمك، انا مودي كويس قوي النهارده وليا مزاج للشغل، هخلص لكم الاوردر كله. ربنا يديك الصحه يا مدام. ميرسي. هدخل بقى على اوضتي لما تجهزوا ندوري. حاضر يا فندم، اتفضلي. لا سعديه، لا صباح ولا مساء ولا حتى كلمه كويسه ولا نظره رضا عليا من الصبح. خف خف، مش نقطات. ما انا خايف اهو زي الفل، ولا حد قال لك ان انا عيان؟ انت بس اللي مش عايزه تروقي معايا. واروق معاك ازاي يا اخويا؟ تروقي معايا انك تلم الشمل على بعض ونبقى احلى لاف ستوري في الدنيا، سعيد وسعديه. ضحكتني. اسمعي الكلام، امال انا دلوقتي مساعد مخرج قد الدنيا كلها كام سنه وابقى مخرج كبير، فاهميني؟ لما تبقى مخرج كبير زي الاستاذ يحيى شاهين ابقى تعالى قابلني. لا 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 يا فوزي، مش ممكن مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لان ده يعتبر موضوع لا اخلاقي يا اخي. يا اخي سيبك من الكلام الكبير ده، بقول لك بيتي هيتخرب وجاي تقول لي اخلاقي ومش اخلاقي. مش ممكن نفكر في حل تاني غير الحل اللي انت بتقول عليه ده؟ مفيش غير الحل ده. ده الحل الوحيد يا بهجت اللي ينقذ الفيلم وينقذ اسمي وسمعتك انت كمان. اذا كان الموضوع زي ما انت بتقول كده، فانا مضطر اوافق. بس مين بقى اللي هيعمل المهمه دي؟ حضرتك طبعا. انا؟ ايوه انت، مفيش حد غيرك ممكن يقوم بالمهمه دي. لا لا يا فوزي، ارجوك ابعدني عن المواضيع دي خالص. بهجت الموقف حرج، مفيش حد غيرك ممكن يعمل كده. ما عنديش حل دلوقتي لده. قلت ايه؟ الوقت مش في صالحنا، لازم نبتدي نفكر بسرعه. خلاص انت بتقول ان مفيش حل غير ده، يبقى انا مضطر اوافق. كويس قوي، دلوقتي بقى نبتدي نفكر ايه اللي ممكن نعمله بالظبط. فهمتوا حاجه؟ انا ابيض يا ولد. في ايه يعني يا جماعه؟ الكلام ده مش صعب ابدا يعني. وايه اللي مش صعب؟ شريف لو سمحت ممكن اقول لك كلمه؟ نعم، اي خدمه. اصل انا عملت جبت لك المذكرات اللي كنت لقطتها مني قبل كده. اتفضل. لا مش اتفضل، بس ما تاخرهاش عليا. حاضر. ايه النظام؟ مش عارف مش عارف. يلا بينا. احشيني. حشيني يا ماما. وانتي كمان يا حبيبتي. ايه خير؟ ايه اللي جابك؟ ايه يا ماما؟ هو انتي كل ما هتشوفي وشي هتساليني السؤال ده؟ اصل كنتي ما بتفكريش تيجي الا اذا كان وراكي حاجه. في ايه؟ ما تقلقيش، ما فيش حاجه. امال جايه ليه؟
أظني هتقولي لي إني وحشتك وجاية تطمني عليا. بصراحة يعني كده أنا كنت جاية عشان أخد فلوس. فلوس؟ أنا مش مدياكي مصروف الأسبوع. لحقتي تفرتكي؟ أوعى يكون أبوكي ضحك عليكي وخدهم مني. ما تقلقيش، مفيش أي حاجة من دي حصل، ومصروف البيت أهو موجود. لا أمال عايزة الفلوس ليه؟ بصراحة يعني عايزة أشتري جزمة يا ماما. بصي يرضيكي كده صابعي كلها بره الشبشب كده. لا يا حبيبتي من عناية. خدي. ايه ده؟ 20 جنيه؟ اشتري بيهم ايه؟ ده انا ما اقدرش اشتري بيهم شبشب ولا حتى شبشب زنوب. والله دول اللي حلتي مش عاجبينك هاتيهم. لا لا احسن من مفيش. سلام. سلام. قبل حق يا منى. نعم. تعالي ما اقولك. بقولك ايه؟ فاتن فوق ما تطلعي تسلمي عليها. يا دي فاتن دي اطلع سلم عليها ليه؟ يا بنتي دي تملي بتسأل عليكي ونفسها تشوفك. يا حلوة نفسها تشوفني؟ تبقى تجيلي بيتي اللي في السيدة هتلاقيني قاعدة هناك. ستر عليكي انت وحشة بشكل. وحشة؟ طب وحشة وحشة بقى، المهم عيش. سلام. سلام. اه يا منى اسمعي يا بنتي. ايه يا ماما تاني؟ استني استني هديكي اكل تاخديه عشان تتغدي انت وابوك. يلا اكل تاني عشان يحصل اللي حصل تاني؟ لا الله الغني، انا مش عايزه منهم اي حاجه. سلام بقى المره دي. شريف ايه؟ لا في حاجه؟ جناب الشريف بيقول لك ايه البتاع ده؟ ولا بيقول لك وديه شويه، هو صوت الكاس عالي قوي كده؟ هو ده مسمع الجيران الجيران كمان. ولا تزعل نفسك خطي ولا خالص. ربنا يخليك يا ابني. اوب اي فورجيت، كنت هنسى. جناب السفير بيقول لك ما تنساش ميعاد العشاء، انت عارف جنابه بيتعشى الساعه 8 بالدقيقه. انا مستغرب ليه بابا مصمم على موضوع المواعيد ده؟ يعني ليه العشاء الساعه 8؟ ليه ما يبقاش مثلا 8 ونص ولا 9 ولا حتى ما تعشناش خالص؟ ايه اللي هيجرى في الدنيا؟ شريف ايه اعمل معروف ابوس ايدك ما بيقطعش عيشي. انت عارف ان جانب السفير بيدقق في كل حاجه خصوصا في حكايه المواعيد دي. حاضر يا عم تسوقي، مش هتاخر على العشاء عشان خاطرك انت بس. ربنا يكرمك يا حبيبي وينجحك. انا هنزل بقى عشان انظم السفره عشان ما يجيش اي تاخير مني واروح في خبر كان. ماشي. يعني مدام زوزو ما ظهرتش النهارده ولا جت تمشي معانا؟ عندها حق، اكيد مش فاضيه. فعلا. الله دي جايه هناك ايه؟ صباح الخير. صباح النور. ازيك يا دكتور؟ اتاخرت عليكم شويه النهارده؟ انا اتصورت انك مش جايه خالص. ليه بقى؟ ما انا كل يوم باجي امشي معاكم في النادي. بس النهارده وضع خاص. ليه؟ على العموم الف مبروك، انا فرحت لك قوي. وانا كمان، الخبر كان مفاجاه ليا. خبر ايه ده اللي مفاجاه؟ الخبر اللي منشور في الجورنال. انا قريت الاهرام الصبح ما شفتش اي اخبار غريبه بالنسبه لي. الخبر منشور في جريده تانية، وبعدين ده على نص صفحه كامله. خبر ايه ده اللي منشور في الجورنال؟ خبر جوازك من المخرج. ايه ده؟ بتهزر طبعا، دي نكته بايخه على الصبح. لا مش نكته ولا حاجه، ده منشور بكل تفاصيله. يا سلام، خبر وتفاصيل كمان. مين بقى اتجوز مين؟ لا هو مش جواز، يا خطوبه بس. وفعلا الخبر منشور في الجورنال، وفي صوره لحضرتك وصوره للمخرج، وبعدين كاتبين تفاصيل عن قصه الحب الملتهبه اللي كانت بينكم بقالها سنه. قصه حب ملتهبه؟ كل ده مكتوب في الجورنال؟ بس انا زعلانه منك قوي. ده انا كنت معاكي ما حكيتيليش ليه؟ على الاقل كنت عملت لك فستان خطوبه يجن. على المهم ملحوقه، هعمل لك بقى فستان فرح ما حصلش. خطوبه ايه وفرح ايه؟ انا لا اتخطبت ولا هتجوز من اساسه، مفيش حاجه من دي حصلت خالص. معقوله يكتبوا كل ده في الجورنال
ومفيش حاجة منه حصلت؟ ده اللي أنا مش قادرة أفهمه. الصحافة دي هتجنني، إزاي يكتبوا خبر زي ده ملوش أي أساس من الصحة من غير ما يسألوني؟ ده اسمه كلام فارغ. اهدي يا مدام، مش كده. اهدى ازاي بس؟ ده انا لازم اهد الدنيا على دماغهم، هرفع عليهم قضيه تعويض وادفعهم فيها دم قلبهم. استني بس، انت رايح على فين؟ هروح الجورنال اللي كتب الخبر، اقابل رئيس التحرير واشوف ازاي يوافق ان يتكتب في الجورنال بتاعه كلام ما حصلش. ما مش معقول تمشي وانت في الحاله دي، العصبيه مش كويسه عليك. اعمل ايه بس يا دكتور؟ عايزني اهدى ازاي؟ ما انا لازم اعرف مين اللي ورا الكلام الفارغ ده عشان اهدى. طب اسمحي لي اوصلك، مش معقول اسيبك لوحدك وانت كده. انا مش عايزه اتعبك معايا. لا مفيش تعب ولا حاجه. مرسي يا دكتور، هستأذنك أغير هدومي. اتفضلي. بقولك ايه يا نانا، اسمحي لي أوصل مدام زوزو، مش معقول أسيبها لوحدها وهي كده. صحيح، اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.